طيب نروح لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. النهاردة أجرى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة تفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة بورسعيد، وده في إطار المتابعة الميدانية لتطبيق النظام الجديد وتذليل أي عقبات، مما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كان حريص على لقاء العاملين بالمقر الإقليمي وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، قائلا أحسنوا معاملة المواطنين واجتهدوا في خدمتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم، وكونوا خير سفراء لنظام التأمين الصحي الشامل بما يسهم في إنجاح هذا المشروع القومي الذي يحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية.